السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حتى يرضى وإذا رجى ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم. أما ثم بعد، كل عام وحضراتكم بخير، ربنا يتقبل الصيام والقيام إن شاء الله بإذن الله، ويجعلنا من عتقائه من النار ويرزقنا ليلة القدر بإذن الله إن شاء الله. بنتكلم النهاردة على موضوع جديد، مادة الوراثة اللي هي ممكن أحيانا بنطلق عليها دي إن إيه، بنقول عليها كروماتين، بنقول عليها كروموسوم، بنقول عليها دوبليكيتد كروموسوم، بنقول كروماتيدز، بنقول هومولوجاس كروموسومز. هو مادة الوراثة أنهي حاجة فيهم؟ الحقيقة مادة الوراثة هي كل ده، وكل دول مرادفات لبعض، ولكن ولكن دي هنعرفها لما نروح هنا. إيه اللي قدامنا ده؟ الإنسان أو أي كائن حي بيكون في عدد من الكروموسومات أو مادة الوراثة اللي هي بتشيل الصفات الوراثية. في الإنسان بيبقى فيه 46 كروموسوم، ولكن دايما بنقول العدد بنقسمه على 2 ونقول زوج. يعني بدل ما نقول 46 كروموسوم بنقول لا، 23 زوج. أدي من 1 لغاية 22 أهو، أدي من 1 لغاية 22، وهنلاحظ بيترتبوا من الأطول، نقصر 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 لغاية أقصر حاجة، وبنيجي عن الزوج رقم 23 اللي هو الإكس والواي. دول بيحددوا النوع الجنس، اذا كان ميل ولا في ميل. مؤنث يبقى اكس، المفروض واحد كمان زيه. اذا كان مذكر يبقى ادي اكس وادي الواي. كل كروموسوم من دول بيبقى في ليه شايل عليه، بيحمل داخل التركيب بتاعه الصفات الوراثيه اللي هي في صوره القواعد النيتروجينيه زي ما خدنا قبل كده، وهنبص دلوقتي على طول. طبعا هنا بيقول لك ان الكروموسوم رقم 20 ده فيه 63 مليون قاعده ايه؟ نيتروجين، اللي هي الادينين والجوانين. 63 ايه؟ مليون، عشان يقدر يشيل كل الصفات اللي موجوده عليه. طبعا اللي بيحدد الجنس اذا كان 2 اكس يبقى فيميل او مؤنث، انثى سيده، او اذا كان الاكس واي يبقى ده مذكر. بيترسم الكروموسومات او بتتصور في مرحله الميتافيز او مرحله الخط الاستوائي اللي هي في الطور الاستوائي، بيكونوا مترتبين وبيكون اطول ما يمكن، فبالتالي بنقدر ايه نصورهم ونوصفهم. بيسموها الهيئه الكاريوتايبنج او الهيئه الكروموسوميه للكروموسومات. بنلاقي من واحد ادي 22 وادي الزوج رقم 23، يا اما فيميل او ميل، عشان كده بنسميهم الكروموسومات المحدده للجنس يعني. وكل واحد بيكون موجود ليه المثيل بتاعه، يبقى ده الكاريوتايبنج بتاع الانسان، المثيل واحد من الاب وواحد من الام، يبقى كانه واحد واحد شرطه، اثنين اثنين شرطه، يعني كل واحد موجود اثنين زوج يعني اثنين، عشان كده لو ضربنا 23 في زوج يعني اثنين، يبقى كام؟ يبقى 46 كروموسوم، عشان كده بنقول عليهم 22 اي اي. طب ما احنا لسه بنقول 23، ايوه 22 اوتوسومز يعني الكروموسومات اللي هي الجسديه، والزوج الاخير رقم 23 اللي بيحدد الجنس، عشان كده بنقول عليه 22 AA بلس XY أو XAX. طيب بنيجي نتحرك الخريطة اللي بعد كده، يبقى إمتى بنسمي دي إن إيه؟ إمتى بنسمي كروماتين؟ إمتى بنسمي كروموسوم أو دوبليكيتد كروموسوم أو كروماتيدز أو هومولوجاس كروموسوم؟ الكلام ده كله يبان عندنا في الخلية، النواة بتاعت الخلية أهي، مادة الوراثة دي موجودة جوه النواة. طب إمتى أسميها دي إن إيه؟ إمتى أسميها كروماتين؟ زي ما إحنا شايفين قدامنا كده، عشان نفهم ده نفهم ايه اللي بيحصل في الانسان. نلاقي الانسان او اي كائن اخر، هناخد الانسان هو نفس الشخص، هو هنا بنسميه طفل، او هنا طفل، هنا طفل، هنا بيبي صغير رضيع، هنا طفل، هنا مراهق، هنا شاب، هنا كهل او عجوز او ايا كانت التسميه، هو نفس الشخص. امال ليه التسميات اتغيرت؟ عشان دي مراحل مختلفه من عمره. فبالتالي لو رحنا للخليه كده هنلاقي ايه؟ ده قطاع في خلايا بعضها منقسم وبعضها لا. مادة الواضح ان هي دي النواة ودي الخلايا، يبقى مادة الوراثة جوه النواة. امال الاشكال المختلفة ليه؟ اهو ده اللي بنتكلم فيه بقى. فاذا كانت الخلية في مرحلة عدم انقسام، عدم الانقسام زي كده، زي هنا، زي دي، زي دي، زي دي، زي هنا، دي مراحل عدم انقسام، فبتكون مادة الوراثة عاملة زي الخيوط الرفيعة، ما نقدرش نعدها، أنا ما أقدرش أعدها هنا، فبنسميها كروماتين. أما لما تيجي بقى المراحل الوراثة الانقسامات الخلية تبتدي، أدي انقسامات خلية، أدي انقسامات خلية، أدي انقسامات خلية، أدي انقسامات خلية، أدي انقسامات خلية تحت، يبتدي نسميه كروموسوم. الخيوط دي تقصر فنقدر نعدها، أقدر نعدها نشوف عددها كام، يبقى كده ده عبارة عن كروموسومات.
تيجي بعد كده يحصل لها دوبليكيشن او انها تتضاعف، يبقى ده هنشوف مع بعض خطوه خطوه. الدي ان ايه دي ما بنشوفهاش في الميكروسكوب، امال نشوفها ايه في كتركيب كيميائي بقى بالالترا ميكروسكوب بالالكترون ميكروسكوب الى اخره، بالتحليلات الكيميائيه نقدر نعرف بقى زي اللي هو النموذج واتسون اند كريك اللي هم عملوا النموذج ده اللي هو النموذج الثنائي، والحقيقه مش هم بس اصحاب الفضل فيه، في اصحاب فضل قبل منهم هم اعتمدوا عليهم يعني. اللي بيقول ان دي ان ايه عباره عن شريط مزدوج يعني خيطين زي ما احنا شايفين ملفوفين على بعض كده، خلاص الهيليكس ده ماله يعني مزدوج ماله؟ مرتبطين ببعض ولا سايبين؟ لا مرتبطين، لو احنا فردناهم هنش هيبان بالشكل ده كده. كل شريط منهم بيتكون من سكر خماسي زي ما هو واضح عندنا بالمنظر ده، وبيرتبط بقواعد بروابط بفوسفو ايستر زي ما هنشوف عن طريق الرابطه بتاعه الفوسفات. يبقى السكر والفوسفات، السكر الخماسي منزوع الاكسجين، هنا مفيش او اتش، هنا في اتش بس، خلاص طبعا ده فيديو مستقل لوحده. المهم ادي الصف ده او الخط ده عباره عن ايه، بيبدا من الرابطه رقم 5 اهي، السكر ده خماسي ادي 1، كربونه 2 3 4 والخمسه هنا، دي البدايه، نفس الشيء اللي وراها وهكذا. طيب اللي بيحصل بقى يربط 2 سكر بايه، برابطه بمجموعه فوسفات. طب والخط الثاني زيه بس يبدا من تحت الخمسه اهي، يبقى الاتجاه بتاعه من 5 ل 3. المهم ده ثابت، امال ايه اللي بيتغير؟ اللي بيرتبط بالقاعده النيتروجينيه، ادي السكر الخماسي القاعده النيتروجينيه، المركب النيتروجيني بيرتبط باذا كان ادينين او ثيامين او سيستين او السيتوسين او الجوانين الى اخره، هم اربعه الاي والتي والسي والجي زي ما شايفين حضراتكم كده. الادينين والثيامين بيرتبطوا مع بعض برابطتين من الهيدروجين، اما السيتوسين والجوانين بيرتبطوا مع بعض بثلاث روابط من الهيدروجين نتيجه وجود الايه؟ الروابط الهيدروجينيه اللي هنا بالشكل ده كده. يبقى اذا في رابطتين وفي ثلاث رابط، يبقى كده الخيطين ارتبطوا مع بعض. هنا ده اللي اقول عليه دي ان ايه، يبقى الدي ان ايه لما بقصد بيه التركيب الكيميائي لمين؟ لماده الوراثه، وبيكون الشكل الحلزوني ده زي ما حضراتكم شايفين ده شكل مجسم ليه بالمنظر ده كده. طيب لو اتحركنا للشريحه اللي بعده، يبقى ادي السكر الخماسي، ادي دي الرابطه المتكرره، يعني احنا لو بصينا كده هنلاقي اللي بيتكرر هنا اهو، هنلاقي الوحده المتكرره اللي هي دي، سكر فوسفات نيتروجين سكر فوسفات نيتروجين وهكذا. الرابطه دي او القاعده دي بيسموها النيوكليوتيد او النيوكليوتايد بالشكل ده كده، عباره عن قاعده نيتروجين رابطه في السكر، وادي مجموعه الفوسفات، مجموعه الفوسفات لا تتغير. السكر الخماسي بيكون احد نوعين منزوع الهيدروجين اللي هو دي اوكسي دي يعني بدون اكسجين، يعني هنا هيدروجين ما فيش فيها اكسجين زي هنا، ريبوز يعني سكر خماسي وده موجود، وطبعا اسيد ديوكسي ريبوز اسيد ان هو اسيد ده موجود في الدي ان ايه، اما اذا كنا بنتكلم على الار ان ايه اللي هو شريط واحد مفرد فبيكون هنا ريبوز فقط يعني الاكسجين موجود. ده بالنسبه يبقى السكر نوعين، في الدي ان ايه لا، الدي ان ايه السكر نوع واحد والنوع الثاني موجود في الار ان ايه. طب والقاعده النيتروجينيه فيها مجموعتين، يا اما بتكون قاعده واحده حلقه واحده بس دي بنسموهم بايرميدينز، وتبقى في منهم السيتوسين واليوراسيل والثيامين، هنلاقي الاثنين دول اليوراسيل اهي والثيامين الاثنين شبه بعض بالظبط، امال الفرق فين بينهم فين؟ في مجموعه الميثايل دي، ده موجود في الار ان اي مش موجود في الدي ان اي، وده موجود في الدي ان اي مش موجود في الار ان اي. المجموعه الثانيه من القواعد النيتروجينيه بيسموها بيورينز، دي عباره عن الحلقتين اثنين اللي هو الجوانين والادينين، ده التركيب الكيميائي، وادي الوحدات بالشكل ده كده، وادي هنا اللي بيربط الاثنين دول ببعض ايه؟ يعني ادي سكر خماسي، ادي قاعده نيتروجين وادي الفوسفات. ادي سكر خماسي، قاعده نيتروجين، فوسفات. اللي بيربط النيوكليوتيدا باللي فوقيها اللي هو اللي ورا بعض دول عباره عن استر بوند. استر بوند، وعشان دي جايه من الفوسفور فبنسميها فوسفو داي استر بوند ثنائيه، يعني واحده هنا في رقم 3 والثانيه جايه من رقم 5. هو الفوسفات ده تبع مين؟ تبع دي. رابط في رقم 5 كربونه رقم 5 فيشبك في اللي فوق منه في الكربونه رقم 3. هو هنا المفروض كان فيه ايه؟ او اتش، اتشالت الاتش وشبك معاها مجموعه الفوسفات، وده مش موضوعنا بالتفصيل. يبقى ده التركيب الكيميائي. طب امال امتى بقى نبدا بقى التسميات بتاعتنا؟ كروماتين. الخليه لما تكون undivided يعني في حاله استراحه او غير منقسمه زي ما انتم شايفين، ما هي خيوطها هي متداخله، هل نقدر نعدها؟ لا. نعرف عددها كام؟ لا. اقدر اميزها من بعضها؟ لا. يبقى ده بنسميه كروماتين. لو كبرناه شويه بالشكل ده كده، ادي الشريط المزدوج اللي احنا قلنا عليه، يجي كده يلف حوالين 8 اجزاء من البروتين بنسميهم هستون، هيستونات، اوكتامير 8. الدي ان ايه بيبقى مرتبط ب 8 قطع من الايه؟ البروتين، فبنسميه الجزء ده يعني جزء الدي ان ايه اللي ملفوف حوالين الهيستونات ده بنسميه نيوكليوسوم اهي.
طب وبعدين مسافة مش مربوطة على حاجة، ونيجي للنيكلوسوم التانية. بس عشان الخيط ده ما يفكش، لأن تخيلوا أنتوا بتربطوها حوالين حاجة، يعني عشان تتربط كويس لازم تبقى موجود اتش 1 هيستون، نوع من أنواع البروتينات بالشكل ده كده، زي الوتد زي المشبك، يثبتها عشان ما تتفكش. طب هل هتفضل بالشكل ده كده؟ الحقيقة لا، يرجعوا المسافات دي تتساب عشان نقدر نبربهم بالشكل ده، نلفهم يبقى في شكل هيليكس بالشكل ده، والأبعاد طبعا زي ما حضراتكم موجود جايبينها وربطينها اهي بالشكل ده كده. طب هنا ده اسمه كروماتوسوم. الله، يبقى ده دي ان ايه لما كان خيط، لما جه التف خيط سايب كده، ده بنسميه كروماتين. بيتكون من ايه كروماتين؟ بيتكون من الخيط الدي ان ايه الملفوف حوالين الهيستونات، وداخل كمان معاه كمان الهيستون ده. الجزء ده لوحده فقط، ده بس مش الخيط كله، الجزء ده اسمه نيوكليوسوم. لما يشبك فيه المشبك ده او الهيستون اللي هو الاتش 1 او البروتين ده، بنسميه كروماتوسوم. الكروماتوسومات دي كلها لما نبربها ونلفها كلها 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 كده على بعضها، تعمل لي الفايبر ده او الخيط ده اللي هو الكروماتين ده، ويسموه الكروماتين. طيب امتى يبقى مبروم كده، وامتى يبقى ملفوف او فاضي بالشكل ده او مسافات بالشكل ده؟ اهو ده نوضحها شويه كده. احنا قلنا ده الشريط بتاع الدي ان ايه المزدوج زي ما كان واضح في الرسمه اللي فاتت. فلما بيجي ننسخ الدي ان ايه لازم يبقى الجزء ده مفروض عشان نقدر نشتغل عليه ويقدر الانزيمات تشتغل عليه ويتنسخ. طب لو هو مش في وضع انقسام يبقى ملفوفين بالشكل ده كده، يبقى ده موجود مبروم مقفول، يبقى بالدالة دي ان ايه ما يبقاش ايه مسموح لي ان هو يتنسخ او يقدر يشتغل عليه مين. ده بيحصل ازاي؟ نتيجه الميثايل جروب. الميثايل جروب دي لما تبقى موجوده يبرمهم بالشكل ده. عشان طب هو ليه بيقعد يلتف 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 كده؟ الحقيقه بيلتف كل اللفه دي كلها اهو، دي كلها ليه؟ عشان يأثر، لأن الكروماتين أو الخيط ده طويل جدا. عشان يتحط الدي إن إيه ده جوه النواة اللي هي جوه الخلية اللي هي مش باينة أساسا، يبقى لازم يحصل كل ده ويلف أكتر من لفة عشان يبقى مضغوط. طيب لما تبتدي الخلية تنقسم، يبتدي الخيوط تبقى أقصر ونقدر نميزها شوية. فبالمنظر ده يبقى الخيط اللي كان دي إن إيه ده اللي هو كان طويل، النيوكليوسوم اللي إحنا قلنا عليه الفترة اللي هو الكروماتو فوق الكروماتين، كروماتين يعني جسم ملون، كروموسوم متأسف خيط ملون، كروموسوم جسم ملون، يبقى الكروماتين خيط ملون، هنا الكروموسوم جسم ملون، بيبقى كله داخل جوه الجزء ده، مفيش حاجة بتحده، ولكن هو بيبقى واخد الشكل ده. ده بيبقى كروموسوم، وبيبقى المنطقة دي بنسميها منطقة سنترومير، مقسوم نصين، مش شرط قد بعض. طيب لما يبتدي بقى الخلية هتنقسم، دي كان أول خطوة، يبتدي يحصل دوبليكيشن زي ما انتم شايفين، هيبقى نصين واقدر اعدهم بالشكل ده بقى في المراحل المختلفه في الميوزي والميتوزي. اهو يبقى الخيط اللي كان خيط واحد بس عمل نسخه ثانيه منه، عمل دوبليكيشن او ريبليكيشن، نسخه ثانيه منه. طب اقول على ده كروموسوم وده كروموسوم؟ لا، ليه؟ عشان لسه ماسكين مع بعض بمنطقه السنترومير، فبسميه كروموسوم او دوبليكيتد كروموسوم متضاعف، والاثنين دول بسميهم سيستر كروماتيد، سيستر مش كروموسوم، كروماتيدز، مع ان كل واحده فيهم كروموسوم، ايوه بس لسه شابكين مع بعض، يبقى دول عباره عن كروماتيدات شقيقه. ليه؟ لان بتوع كروموسوم واحد. هو في كروماتيدات غير شقيقه؟ ايوه، اولا الكروماتيدات هتبات فين؟ اهي الاثنين دول اهو بالشكل ده كده، يبقى كل كروموسوم مكون من اثنين كروماتيده. طيب نروح بقى هنا نلاقي حاجه اسمها احنا لسه قايلين دلوقتي في اول صوره ان كل كروموسوم في المثيل بتاعه اللي هو شبهه، اللي هو قده في الطول وفي الحجم وبيشيل نفس الصفات الى اخره. ادي الكروموسوم وادي منطقه السنترومير، يحصل دوبليكيشن، فكل واحد ايه هيبقى مكون من اثنين كروماتيده اللي هم اللي هو كروماتيدات شقيقه عشان بتوع نفس الكروموسوم. لكن الكروماتيدة دي والكروماتيدة دي اللي هما جنب بعض الاثنين دول، بس دي جايه من كروموسوم وده الكروموسوم الثاني، ده بنسميه نان سيستر كروماتيدز او كروماتيدات غير شقيقه. الكروموسوم اللي زي بعض دول بنسميهم هومولوجس كروموسوم، متماثلين، اللي هو واحد جاي من الاب وواحد جاي من الام. وطبعا الاثنين دول ليه اهتمينا نقول عليهم نسميهم؟ عشان ده اللي هيحصل فيهم العبور بعد كده زي ما احنا شايفين. يعني ادي الكروماتيد دول اثنين سيستر كروماتيد، لما يبتدي بقى يتبدلوا مع بعض بالشكل ده، كان حصل تبادل في ماده الوراثه، ده عن طريق الانقسام الايه الميوزي او الاختزالي في الخطوه الاولانيه بتاعته، لكن مش هنقف هنا كتير. بنشوف هنا خلايا غير منقسمه تبتدي الانقسامات تقصر بالشكل ده، لغايه لما نشوفها دي مراحل مختلفه من الخلايا بالمنظر ده. هنا الكروموسومات في الصدور الانفصالي، هنا في طور الميتافيس او الطور الاستوائي، الى اخر هذه الامور. طب نشوف الكلام ده بتفصيل اكتر شويه. اهو هنلاقي هنا الدي ان ايه
اللي هو احنا قلنا عليه الدي ان ايه، اللي هو الخط المزدوج، شريط مزدوج من كذا وكذا، وشفنا التركيبات بتاعته. خلاص، طبعا لو احنا بنشوف تركيب كيميائي يبقى دي ان ايه، لو شفناه في الشريحه زي الشريحه اللي فاتت كده بنسميه كروماتين، خيط ملون. الخيط ده لما يلف حوالين او يلتف حوالين الهيستونات او البروتينات زي ما احنا شايفين فبنسميه ايه، ده اللي هو الكروماتين. يبقى ده دي ان ايه لما يلتف حوالين الهيستونات بالمنظر اللي احنا شفناه قبل كده بالتفصيل يبقى ده اسمه كروماتين، يبقى عامل كانه خيط اللي هو بتاع السبحه. ويبتدي هنا هو يندمج اكتر شويه بقى لما يعني لما يضاف له الهيستون رقم واحد ايه اللي هو عامل زي المشبك، يجمعهم اكتر في بعض، هنا يبتدي يلفوا حلزوني اكتر شويه وهكذا لغايه لما يبقى خيوط بالمنظر ده وما اقدرش اميزه عشان يبقى قصير جدا. ده الكروموسوم في حاله عدم انقسام لما يحصل له دوبليكيشن زي ما احنا شايفين، يبقى في نسختين منه موجودين مع بعض مرتبطين بمنطقه السنترومير. ده في الطور الاستوائي باين بالمنظر ده. وبكده ان شاء الله نكون يعني رب نكون وفقت في الشرح او التفصيل ما بين الدي ان اي والكروماتين والكروموسوم والدوبليكيتد كروموسوم اللي هو المتضاعف والكروماتيدات الشقيقه وغير الشقيقه والهومولوجس كروموسوم اللي هي الكروموسومات المتماثله. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والى ان نلتقي في فيديو قادم من فيديوهات تبسيط العلوم. اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.